الرئيس أردوغان يعلن مفاجأة نيسان، تركيا تبدأ باستخدام الغاز المكتشف في البحر الأسود بعد 5 أيام فقط. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود سيتم ضخه في الشبكة المحلية ابتداء من 20 نيسان أبريل الجاري. جاء ذلك في حديثه للصحفيين بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد علي بن أبي طالب في منطقة إسكدار بإسطنبول، وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول تاريخ ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة المحلية، قال الرئيس أردوغان: إن تيسر الأمر في 20 نيسان، نحن الآن نستخرج الغاز كل الخطط والحسابات تجري على هذا الأساس، وبعد ذلك سيجري ضخ الغاز المستخرج مع الغاز الذي بحوزتنا، ونتخذ الخطوات اللازمة في هذا السياق وفق تعبيره. وفي سياق آخر، سلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 1432 منزلا و17 متجرا لأصحابها في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد. جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في الولاية لتسليم المنازل الجاهزة ووضع حجر الأساس لبناء منازل جديدة لمتضرري زلزال فبراير شباط الماضي. وحضر المراسم زعيم حزب الحركة القومية التركية دبلت باتشيلي ووزراء وسياسيون آخرون وجمع غفير من المواطنين. وخلال المراسم قال الرئيس أردوغان: إن من يحاولون تكرار اللعبة في سوريا بعد فشلهم في تحقيقها داخل أراضينا أو في العراق لن يكونوا موجودين غدا، ولكننا سنستمر في العيش إخوة إلى الأبد في هذه المنطقة كما قال. وعقب المراسم شارك الرئيس أردوغان في مراسم افتتاح مسجد صلاح الدين الأيوبي الذي استمرت أعمال إنشائه 6 أعوام من قبل أحد رجال الأعمال الأتراك بالولاية.